تقول انا شاب اعيش في فرنسا مع امرأة غير مسلمة وقد انجبت منها بنتا، ما حكم الشرع وهل يجوز لي الزواج منها؟ يعيش معها بدون عقد؟ نعم. يعني زنا؟ نعم. عليه التوبة الى الله عز وجل، وعليه ان يتزوج زواجا صحيحا شرعيا. اذا تابت هذه المرأة توبة صحيحة من الزنا وتمت عدتها بعد، فإنه يتزوجها لا مانع. أما إذا كانت مستمرة على الزنا فلا يجوز له أن يتزوجها. الزانية والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. ما دامت لم تتوب ولم تترك الزنا فلا يجوز للمسلم يتزوج بها. نعم.